يقول من حق مالك تشتري غرفة النوم. طيب. والنوم ما تقدر بلا أموال تشريه. من الطبيعي وانت بالعلم ملزوم خذ الكلام اللي تفيدك معانيه، اصبر على نفسك عن الشوم واللوم والهم، حاول يا فتى الجود تخفيه، لا تشتكي للناس حاكم ومحكوم، اشفق على اللي كلنا نجي فيه. كم واحد غيرك من الناس مهموم، والناس كل عنده اللي مكفي. الله الله. كم واحد غيرك من الناس مهموم، والناس كل عنده اللي مكفيه. ترى الخطا وارد ولا فيه معصوم غير النبي. والعلم اقوله وثنيه من باع خلانه وعود على القوم، لا بالدورات الليالي الصحيح. لو قلت له معلوم قالوا لك معلوم، يوم يبراسك والنهايه يصلغيه وسلامه. طيب صح الله لسانك وعلى الاخرى عنك. الله يرحمه. وين جبت الكلام منه يا ابو عبد الله؟ الله يرحم والديك. ما شاء الله تبارك الله. درر. شوفوا شوفوا الربط الجميل، شوفوا الربط اللي الفخم. يقول غرفة النوم تشتريها بالمال. ايه شف من حر مالك تشتري غرفة النوم. تشتري غرفة النوم. والنوم ما تقدر بالاموال تشتري. يا سلام. يا سلام. الله الله. هذا كذلك جعلك تحيا ابو عبد المحسن ابيات جديدة، يقول طويت حبلي عن كثير العلاقات. يا سلام. اي طويت حبلي عن كثير العلاقات، واخذت لي سجه وريحت راسي. سلام. اعطيت نفسي للسعاده مساحات على المعزه والكلام على اساسي، ما حط نفسي في محل الشبهات، اعرف حدود النفس والبس بقياسي. يا سلام. ما حط نفسي في محل الشبهات، اعرف حدود النفس والبس مقاسي، اعرف حدود النفس والبس مقاسي، مع النشام للتواصل ملذات، مع النشام على التواصل ملذات، يا مرحبا مليون وابليس خاسي، ترى اجتماعي في رجال المروات هو الوقود اللي يزود حماسي. عليك زود بيض الوجه. الله لا يهينكم. ترى اجتماعي في رجال المروات هو الوقود اللي يزود حماسي، الشعر اجيده في كثير المجالات، واقدر اعلمكم بوقت قياسي، تبدي على الخداع بعض العلامات، ان قال المشغول وانقال ناسي والفارغ اللي فاضي للنقاشات يدخل على الصالة يعد الكراسي. الله يعافيك. اي والله لا يشغلنا. اي بالله نروح عند الكراسي. اقول ما شاء الله عليك. الله ترى على فكره الابيات هذه تخرج من خبره حياتيه. وانا اقول اللي دائما ابياته بالشكل هذا، يعني مثلا ابو، انا اتوقع والله اعلم ان في محل مستشار يستشار في كثير من الامور. اي والله الله اتوقع انك تستشار في كثير من الامور. الله يعافيك. الله يجعلنا عند حسن. امين امين امين.